يعني برنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون دينار، ويا رب لكم كل التوفيق وتفوزون ويانا بالسحب. وايضا عندنا جائزه مقدمه من مركز عياد لعمل وصيانه حجر البيئه، العنوان حي العامل خلف الحي الصناعي. لو ربحت ويانا ال 10 مليون شنو راح تسوي بها؟ والله يجوز افكر انه ابدل سيارتي الموديل احدث. يلا لك كل التوفيق يا رب. زين لو ربحت ال 10 مليون شنو تسوون بها؟ يعني اكو مشروع يعني ببالنا، يعني ان شاء الله ونكمل هذا الشيء. واكيد احنا راح يعني اذا ربحنا هاي الجائزه لازم نعطي حصه نتبرع منها صدقه لوجه الله منها. يلا ان شاء الله تفوزون وياها وتحقق احلامكم كلها ان شاء الله. طبعا عندنا سؤال وبي عده خيارات فلا تستعجلون بالجواب. السؤال يقول من اي دوله عربيه بدا اول ارسال تلفزيوني بالعالم العربي؟ اولا المغرب، ثانيا العراق، ثالثا مصر. اول دوله عربيه بدا بها الارسال التلفزيوني في الوطن العربي. مصر. لا يا قلبي، لا قلبي قام يوجعني من الاجابه. مصر. فكر بالوطن العربي اول ارسال تلفزيوني. عراق، مغرب، مصر. ها العربي ارسال مغرب ولا المغرب؟ انت شو تاكد تثبت؟ مغرب. وانت شو تقولين؟ اتوقع المغرب. تتوقعين المغرب؟ ليش؟ ايش بيه العراق بلد الرافدين؟ هو اول بث ارسال تلفزيوني في الوطن العربي.